فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع توزيع المياه للشرب في المقابر حيث إن الناس يكونون بحاجة؟ ما ورد هذا. الناس اللي عطش يطلع، الحمد لله البيبان مفتحة والبرادات في المساجد وعلى الطرقات، إذا منه عطش يطلع ويشرب الحمد لله، ولا يجيب معه قارورة مخباته ويشرب، صار أنه ما يستطيع الصبر. أما توزيع المياه هذا يجري إلى توزيع الغداء وتوزيع العشاء وتوزيع الصدقة والدراهم عند القبور. ما يفتح يا إخوان هذه الأبواب، ما تفتح ولا يتساهل بها، لأن الصغير يجب الكبير. نعم.